سؤالي موجه لبلغاريا ماريا نائبة رئيس وزراء بلغاريا ماريا جبريل، لماذا هذه الزيارة مهمة ليس فقط لمصر ولكن أيضا ليس فقط لبلغاريا ولكن أيضا لمصر، وما هي القيمة المضافة لهذه الزيارة؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. هذه الزيارة مهمة بصفة خاصة لأنه يمكنني القول أن هذه الزيارة الأولى من نوعها، وهي زيارة ملموسة وهي قيمة مضافة للمستقبل. هي زيارة الأولى من نوعها، ليس فقط لأنها الزيارة الأولى منذ 12 عاما لوزير خارجية بلغاريا إلى مصر، ولكن بعد هذه الفترة هي مهمة لأننا هذه هي الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون. أولا تعطينا إطار عمل للعمل المنسق والفرصة لتنفيذ ما اتفقنا عليه معا، وأعتقد هذا أمر مهم للغاية، وأن علينا الآن أن نحفز هذه النتائج وننفذها، وهي زيارة ملموسة. نحن لا نتحدث فقط عن الحوار السياسي على أعلى المستوى الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن أيضا المجالات الاستراتيجية للتعاون، الدفاع والزراعة وأمن الغذاء والنقل والسياحة والتواصل بين الشعبين. كل هذه المجالات مهمة بالنسبة للبلدين، لأننا نرى إمكانيات ضخمة للتعاون المشترك لتحقيق منافع ملموسة لمواطنينا، وهي كذلك قيمة مضافة للمستقبل، لأنه من خلال أن يكون لدينا إطار ملموس وزيارة ملموسة ونتائج ملموسة والرغبة في العمل معا وتعزيز التعاون، في الحقيقة نحن نشكل حلولا للتحديات الإقليمية والدولية. والتحديات الإقليمية نحن نطلع إلى الاستقرار ونستلعب دورا رئيسيا، وبالنسبة للدولة فإن بلغاريا كذلك تطلع إلى استقرار كبلد شرق أوروبي. نحن نتناول ونعالج بعض التحديات المشتركة والتواصل، وهذا سيستمر ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن الدولية كذلك أحد التحديات. وبالنسبة لي فإن الشراكة الاستراتيجية من الاتحاد الأوروبي، لأن بلغاريا ستكون هناك لدعم مصر لإنهاء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ولهذا نحن كذلك يجب أن نظهر كل الجهود التي تبذلها مصر، وخاصة على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في مجال الهجرة غير الشرعية والطاقة، وكذلك أن لديها جدول أعمال إيجابي. لهذا فإنني أعتقد تماما بأن هذه الزيارة ليست كمثل الزيارات السابقة، ولكنها زيارة ملموسة والأولى من نوعها، وهي قيمة مضافة للمستقبل. شكرا.